فير بلاي نحكيو على البكالوريا اليوم. سمعنا اخبار اكيد مبارك اكيد للناس كل اللي تألقت ونجحت في الامتحان البكالوريا اليوم في عام صعيب اكيد تعدى بالظروف الصحيه في البلاد. من لعب من الناس اللي نجحت لاعب الدولي السابق للكليوب النجم الساحلي والمستقبل المرسى ايضا يوسف المهيبي موجود معنا بالتليفون. يوسف اهلا بك. اهلا بك خويا، مرحبا بك، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ صباح الحمد لله لاباس. باهي خويا، مبارك لك يوسف نجاح في البكالوريا. ظهر لي اكزومبل يوسف بعد ما كملت المسيره الكرويه نتاعك اللي كانت متميزه، اليوم تعود ظهر لي ديفي حطيته بينك وبين روحك حتى حكينا فيها قبل، هو الباك. كيفاش كان؟ كيفاش جات؟ كيفاش تعدى العام؟ احكي لنا شويه تفاصيل يوسف. اي طلع خاص لك في تعطيل هي فكره اول العام، قلت بوركو با خويا توا قبل القرايه واحد ما فيهاش اهميه، عطيت وقتي لكل الكوره. تو لقيت روحي كملت الكرة، علاش ليه ما نجربش ونعدي الباك؟ عملت عام به، عطيته حق وخدمت فيه مليح ولقي الكل توفيق من عند ربي. تو واحد يسعى وكي ربي يوفقه حاجة باهية، حتى كي ما وفقنيش ربي لا قدر الله وما خديتوش ولا حاجة، يعني عبد سيدي يشوف ثنية أخرى ولا يعاود للمحاورة. المهم الواحد ديما يلزمو يسعى ويغدر القدر. باك شنو؟ باك ايكو. الحقيقة حبيت على نعدي باك سبور، ما فماش الاوبورتونيتي هذه ما كانتش موجودة. كهو مشيت ليكو، حتى مش اختصاصي، ما واحد كي يحط اوبجيكتيف ما عادش يقلق الامور هذه. وكنت تمشي تقرا يوسف معناها مع التلامذة ولا كيفاش؟ من الاول نمشي جست اخر العام بركا شفت لي ماتير اللي نقسم وركزت عليهم، شلتوا لي ماتير دوباز وليت نقرا اكثر في الدار. وجا الكونكور مشيت عديت، اليوم جا الميساج الحمد لله واحد نجح. باهي فما باش تكمل من بعد، حتى حكينا شويه في الاوف، باش تكمل ان شاء الله تخمم في التوجيه ولا؟ والله لا نعرف خويا اسلام، ما نعرفش، ما زلت ما برمجتش. الاوبجيكتيف كان ناخذ الشهاده، توا خديت الشهاده والله اعلم. كيما نجم نكمل كيما لا، خاطر بينتو ان شاء الله باش نعدي ليسونس الكاف بي ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله، عايشك ان شاء الله باش ندخل عالم التدريب. واني نشوف كان فما امكانيه باش نستعمل الشهاده نتاع الباك في حاجه تنفع في بيئتي، مسطر الامور القدام ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا؟ اي شنو وين مسطر؟ شنو البرنامج ان شاء الله؟ تدريب؟ مسطر نجم نمشي فما نجم مثلا مختار سعيد لينات، نجم غادي نلقى سبيسياليتي اللي نحب عليها. كيما قلت لك قبيله نكمل الكاف بي وقدرة ربي نتعدى الكاف ا وتتحلف معايا ان شاء الله. ان شاء الله علاش لي عملت الصعيب تو مازال تستاهل خويا، ما عاد شيء. باهي كيفاه فما سهريه الليله ولا كيفاه؟ شفت مروان تاج قبيلك قال لك فما سهريه الليله. مروان ديما ذاك البلاد والله سهريه ما تعرف كبر فيه. اما عملنا فطور وكتي بالعلوش خويا كانت حلوه. صحه 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 يوسف. انت يعطيك الصحه، حبينا تكون معنا مصافحه يوسف اكزامبل. الحقيقه مرحبا بك، مرحبا اكزامبل تقريبا للناس كل حتى الكوارجيه. يعطيك الصحه على تدخلك معنا، بالتوفيق ان شاء الله ليك في مسيرتك سواء كان في التدريب والا في القرايه. ديما لا نشوفوك متالق، واي حد تقريبا من الناس اللي كملت المسيره نتاعها فما حد شيء مستحيل، تنجم ترجع بعد قداش من عام وتتالق دراسيا. موزيكا الاخبار بعد المواصلين. فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم، بعد شويه باش يكون معنا اللاعب نادي الزمالك المصري سيف الدين الجزيري.